ونتابع مع سلسلة تغطيتنا طبعا للأمور الطبية المتعلقة بالحج، هذه المرة عن الإصابات في قدمين الحجاج. هو أمر جدا شائع أثناء تأدية المناسك، ولكن هناك بعض الأمور يجب الانتباه إليها لتفادي تلك الإصابات والمضاعفات، خصوصا للحاج المصاب بمرض السكري. فما هي أولا صفات الحذاء الصحي، وكيف يمكن أن يحمي مريض السكري تحديدا قدميه أثناء تأدية مناسك الحج؟ وللإجابة ينضم إلينا من جدة الدكتور خالد إدريس، استشاري طب وجراحة القدم والكاحل. بنرحب فيك معنا دكتور خالد، وبنقول لك طبعا صباح الفل من دبي. خليني أبتدي معك وأسألك، إيش هي المخاطر أصلا اللي بيتعرض لها الحاج وقدميه تحديدا خلال فترة الحج؟ صباح الفل لكم من جدة كمان، والجو اليوم حلو بعد اليوم الوطني اللي استمتعنا فيه كلنا. الإصابات رقم واحد الحروق، لأنه بالذات إن إحنا دحين الحج بيصادف إن إحنا في عز الصيف، الأرض بتكون حارة جدا، فإذا ما كان الحاج لابس حاجة تحمي قدميه فمعناته إنه راح يحرقها. وطبعا بتكلم عن السكر، بس إذا تسمحوا لي نخلي السكر آخر حاجة، إنه هو أهم حاجة أبغى الناس تفتكرها. بس أهمها الحروق، وثانيها الدعس أو الدهس، لأنه الناس بتدعس على بعض بالذات أثناء رمي الجمرات. فلازم الإنسان يحمي قدميه عشان ما في داعي نحن نتعور. طيب خلينا نبدأ مع مواصفات الحذاء، يعني الحذاء المناسب للحج، يعني يكون شرعي وفي نفس الوقت كما ذكرت أنه يحمي الحجاج ولصحة القدمين. بالفعل لازم الإنسان، طب أول حاجة خلينا نقول أنه قبل ما أطلع الحج أو حتى قبل شهر الحج يفضل أنه الإنسان يقلم أظافره من قبل ما يبدأ شهر الحج، للناس اللي يعني يبغوا إن هم ما يقصروا أظافر أو يحلقوا أثناء شهر الحج كامل، أو قبل ما يطلع الحج نقلم الأظافر عشان لا تكون طويلة، لأن إذا كان الظفر طويل معرض أكثر إنه إذا خبط في الشخص اللي قدامي أو خبط في حاجة ينقلع الظفر ونتعور. إذا تقليم الأظافر رقم اثنين. معلش أنا اليوم جايب لكم شوية أحذية تقليدية، هذا نو ممنوع جدا، مفروض ما نطلع فيها الحج. هو اصلا ده مفروض يتمنع كليا من العالم كله. ليه؟ حتى ما راح اقول اسمه يعني لانه ما في داعي. ليه بس قل ليش اشرح لنا. والله ولا داخل البيت اوكي، لانه رقم واحد ما يحمي الرجول، رقم اثنين البلاستيك اللي فيه بيكون قاسي ممكن يجرح، رقم ثلاثه لا تشتكوا من تشققات الكعوب اذا تبغوا تلبسوا حاجه زي هذه، فبعدين الانسان بيستسهل وبيطلع فيه في الشارع، حاجة سيئة جدا، وبالذات في بعض الحمامات بيكون من رجل لرجل أمراض تتنقل حتى في نفس البيت في نفس العائلة. فهذا عندي أنا، هذا والتاني التقليدي حقنا محطوطين في القائمة السوداء كليا. النوع الثاني اللي برضو يفضل، بس عشان نوضح يعني هدول شكلهم اللي انت حطيتهم، برضو انا كمان ما بدي اقول الاسم المتداول عندنا، بس انه يعني هم شبه الفليب فلوبس. أيوة. اللي كل الناس بتلبسهم خصوصا في الصيف يعني، وخصوصا على البحر. بالفعل الفليب فلوب حق البحر بيكون مصنوع من مواد أنعم ومن مواد أفضل، هذا أرخص شيء في الدنيا، وبيكون يعني المنطقة هذه هنا لوحدها تجرح، فيحبذ أنه بلاش منه. يعني أنت تتحدث واللي عن النوعية، خلاص العيادة موجودة. هي نوعية طلع. أنت بالفعل النوعية يعني لها مهمة جدا، المفروض تحط هذا النوع من الأحذية عندك. يعني لا أقصد يعني هل هي فقط النوعية ولا الشكل؟ يعني النوعية وطريقة التصميم، يعني هذا من تحت مسطح كليا ما يحمي الرجل بأي شكل كان. طيب نعم، فهو يعني لو قلتوا لي حافي ولا داحة أقول لا طبعا هذا، بس ما يحمي الرجل أبدا. طيب خلينا، طب النوع الثاني اللي لا يحبذ، تبغى تكملي فيه نكمل. لا أنا قصدي أنه بدي أقول لك أنه كمل في أنواع الأحذية الثانية. Alright. النوع الثاني اللي هو النوع اللي زي كده اللي من جوه فيه زي الدبابيس، هذا الإنسان لو لبسه لفترة طويلة ممكن يسوي مشاكل ويسوي التهابات في أخمص القدم أو أسفل القدم، فأبو دبابيس بلاشي لأن احنا في الحج حنكون ماشيين لفترات طويلة. بس نيجي للنوع اللي بعده، هو المعتاد وهو هذا النوع. الشكل لا بأس، ما هو أغلب الناس في الحج بينقوا الأحذية اللي هي بتكون بيضة بالشكل هذا، أغلب الناس بينقوا ده. برضو هذا أفضل شوية لكن ما هو أحسن حاجة. أنا الشيء اللي أحبذه أنه يكون حذاء بالشكل هذا تقريبا، مع أنه هذا ما هو صحي، ولكن على الأقل يحمي القدم من الأمام ومن وراء فيه زي الحزام أو ستراب عشان ما يقعد يخرج من الرجل، لأنه الحاج لما بيكون ماشي
من منسك الى الاخر بيمشي فترات طويله ويقعد الله يكرمكم الحذاء يطلع من الرجل، فحاجه زي كده على الاقل بتكون ماسكه في الماسكه ما تطلع وتحمي القدم من الامام. الان سوري بس عفوا دكتور، انت الرجل المحرم ايوه انت ذكرت انه غير صحي، ليش غير صحي؟ يعني انت يعني هو الافضل الموجودين ولكن غير صحي، ليش؟ بالفعل في الحياة اليومية ممكن نلبسه على البحر، نلبسه في الخلاء، ولكن ما يدي سبورت أو ما يمسك القدم مظبوط. الحذاء الصحي اليومي يجب أن يكون مغلق من الأمام ومن الخلف، فأنا وصلت لأقرب حاجة نقدر نحمي القدمين فيها من الإصابات أثناء الحج، هذا هو الهدف، وليس هو الهدف أن يكون حذاء صحي لإنسان عنده تسطح أو عنده أي مشاكل في القدمين. الرجل المحرم يجب أن يكون حذاؤه يا أما مفتوح من الأمام أو مفتوح من الخلف. النوع الأحذي هذه مفتوح من الأمام ومن الخلف، فلا بيحمي الأمام ولا بيحمي الخلف، بينما هذا بيحمي الأصابع من الأمام. كمان ما في مشكلة لو كان الإنسان لقاله حذاء مقفول من الخلف لكن الأصابع مفتوحة من الأمام، فهذا ما يخالف الإحرام للرجل المحرم. بالنسبة للمرأة يعني الأوضاع أسهل شوي بالنسبة لحذائها. أيوة طيب، أنت كنت حابب أنه نخلي موضوع المريض السكري عشان نتوسع فيه شوي أكثر، ليش مريض السكري يحتاج شيء معين بالفعل خاص فيه؟ بالفعل الرجاء اللي أنا أبغى أقوله لكل إنسان عنده سكر وحتى لو أنه يعتقد أنه سوبرمان، نروح الحج بحذاء مغلق كليا يميل الى الرياضي، يعني في النهايه حذاء رياضي حق مشي او حق جري، ووكينج او جوجينج شوز نروح فيها الحج. حيقولوا لي طب الاحرام ما في مشكله، الرجل المحرم اذا لبس حذاء مقفول من الامام ومن الخلف لازم يصوم او عليه جزيه، ونسال اهل الشرع في الكلام ده، ولكن عنده عذر شرعي انه لازم يلبس حذاء مغلق وطبعا تحته شراب عشان يحمي قدميه. في دراسات كثيرة تسوت في مكة وتسوت في جامعة الملك عبد العزيز في جدة سموها حج دايبيتك فوت أو حج فوت اللي هي القدم السكرية للحاج، وبتيجي مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، بينجرحوا وأكثرهم بينحرقوا. لا ننسى أنه مريض السكر ما هو حاسس، وحتى لو عنده إحساس إحساسه ما هو كافي أنه هو يحمي قدميه من أنها تنحرق في الشمس وفي الإسفلت اللي موجود في المناسك. نعم. طيب هناك كمان البعض الحجاج يمكن بيستسهلوا أو يعني ينسوا ويمشوا بالشرابات لفترات طويلة يعني وحتى لأماكن بعيدة، هاي تعتبر من الأخطاء الأكثر شيوعا، وإيش مضارها؟ بالفعل طبعا رقم واحد حننجرح، رقم اثنين حيداسوا علينا الناس، رقم ثلاثة يعني فيها من ناحية النظافة ما فيها أي نظافة، رقم أربعة رح تعرق الرجول زيادة عن اللزوم. طبعا ما أبغى مرضى سكر يقولي طب أنت قلت لنا نلبس شراب والله يكرمكم جزمة مقفولة وحتعرق، ما في مشكلة. إحنا دائما نقول لما مريض السكر كل ستة ساعات لازم يفك الحذاء، يفك الشراب، ممكن يغسل رجله، ينظفها، ينشف ما بين الأصابع، بعدين نرجع نلبس الحذاء مرة ثانية. فالشراب يعني يمشي حافي أحسن. طيب أيوة. ايش الفرق؟ يمشي حافي احسن. طيب في حال لا سمح الله مثلا مريض السكري او يعني غيره، او خلينا نركز على مريض السكري اكثر، انجرح وشاف انه رجوله بالفعل انجرحت، ايش المفروض يتصرف في ذاك الوقت؟ طيب رقم واحد، وزاره الصحه مستشفياتها موجوده في كل مكان. اول حاجه لازم اغسل المنطقه بمويه وصابون، إذا كان الجرح بحاجة معقمة وحاجة نظيفة، موية وصابون أحط عليه مضاد حيوي وأقفلها، وما عاد أجيب موية وأحمي المنطقة من أي وساخة. إذا كان الجرح بحاجة ملوثة، إذا لازم أروح المستشفى على طول، بس برضه كمان أغسلها بموية وصابون إذا كانت موجودة، إذا كان في معقم ممكن أعقم المنطقة وأروح على المستشفى أو على المركز الصحي. بعدين احنا برضو السنة هذه مع المنظمة العالمية للشباب الإسلامي حيكون في أكثر من 100 نفر موزعين في المناسك، يمكن هذا موضوع ثاني نتكلم فيه الأسبوع القادم إن شاء الله. تكلمنا فيه السنة الماضية، احنا بندربهم بإذن الله وحيطلعوا عشان يداووا أقدام الحجيج، وهذا طبعا الموضوع هذه ثالث سنة بإذن الله حيصير، فموجود العناية الإنسان لازم ما يسكت عليها. طيب مريض السكر عادة يقول لك لا بسيطة خفيفة جرحي صغير،
لا سمح الله الصغير يكبر ويتطور الى حاجه كبيره. دكتور، حتى لو كان انسان ما عنده سكر وانجرح في رجله لازم كمان يعقمها وينظفها ويحميها. ممكن بشكل جدا سريع، هل في نصائح كمان للي يعانون من التهاب المفاصل، هشاشه العظام او حتى بدايه الديسك، ولا هي نفسها لباقي الحجاج ما في نصائح خاصه؟ لا طبعا، اختلاف كبير جدا. اي انسان عنده مشاكل في المفاصل او عنده مشاكل في الديسك معناته او في الركبه او في الفخذ او في الرقبه يلبس حذاء رياضي مخصص للمشي او للجري. نعم. ويصوم او يسوي فيديو، لانه لما احنا بنمشي بحذاء سيء او نمشي حافين الكدمات كلها بتخرب المفاصل اكثر. فيعني الدين يسر، نشوف ايش في الاشياء اللي ممكن تحل مشكله الاحرام للرجل. نعم. ونسوي فديه او نصوم، ولكن نروح بالحذاء الصحيح ونخططه من قبل، يعني مو اجي اخر لحظه طالع صحيح. على الحج اقوم اجوب اشوف ايش حلبس في رجلي، من بدري نخططها. نعم. طبعا شكرا جزيلا لهذه النصائح عن العنايه بقدم او اقدام الحجيج. شكرا جزيلا للدكتور خالد ادريس استشاري طب وجراحه القدم والكاحل من جده.